هلو هلو، يوم جديد يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. الدعوة المتجددة ليا وليكم دايما بالخير والبركة والسعادة والطاقة الإيجابية اللي ما أحوجنا ليهم علشان نقدر نكمل حياتنا مع دخول المدارس والشغل تاني. محتاجين شوية طاقة إيجابية ومحتاجين شوية طبيخ، إيه رأيكم؟ النهاردة هقول لكم سر، كنت جاية كاتبة وصفات تانية خالص كاتبة حاجات جلوتين فري وديري فري وكده، بس كان نفسي، قلت الأسبوع ده ما عملناش طبيخ، فقلت عايز اعمل طبخه لذيذه. فتحت فعلا التلاجة في البلاتو وقلت اشوف عندنا ايه. طبختنا النهارده من الحاجات موجوده في البيت، كوسه لقيت عندنا بطاطس، بصل، ثوم، فلفل حراق، لقيت فلفل الوان، لقيت في الدولاب فيه طبعا الحاجات النواشف، لقيت فريكه، وقلت ما تيجوا نعمل حاجات كده لذيذه. نعمل يخنه لحمه ضاني، ممكن من غير اللحمه على فكره بعملها الاكله دي من غير لحمه، بس لقيت عندي لحمه ضاني راس عصفور بتستوي بسرعه، بالطماطم والفلفل الحراق وشويه الهريسه اللي هنعملها هنا، هنعملها في الحلقه. هنعمل الهريسه بمكون 2 3 4 الهريسه اللي نشتريها من السوبر ماركت دي. اذا هنعمل يخنه البطاطس والكوسه مع اللحمه الضاني وشويه الهريسه اللي هنعملها في الحلقه برضو، وهنعمل، قلت عملنا رز، اكيد مش هعمل جنب الاكله دي رز، الاكله دي عايزه عيش، بس قلت نعمل فريك بالطماطم. عادة بنفلفلها من غير طماطم، فهي فريكة بالبندورة، هتعجبكم جدا. البندورة هي الطماطم باللغة الشامية. وكمان هنعمل المحمرة هي حاجة كده مزة من المزات اللبنانية زي الحمص والتبولة، بس بتتعمل بالفلفل الأحمر اللي مش حراق. ففي ناس كتير بيقولي طب احنا بنوصلها للقوام ده ازاي؟ هنعرف بالحلقة المحمرة والهريسة واليخنة والفريكة بتعملوا ازاي. تعالوا نكتب منيو النهاردة. عندنا أكل بيتي، هنعمل يخنة الكوسة والبطاطس حاجة تتغمس كده، وهنعمل فريكة بالبندورة حاجة بسيطة برضو، وهنعمل هريسة دي تخلوها معاكم طول السنة في التلاجة، وهنعمل محمرة حلبية. المحمرة تقريبا أصلها من مدينة حلب، بس المطبخ الشامي ما بين سوريا ولبنان والأردن وفلسطين نتشابه بأكلات كتير. فهنعمل النهاردة أكل بيتي من مصر وبلدان الشام. استنونا بعد الفاصل، وما تنسوش إعادتنا 3 العصر القاهرة والناس 2 و6 المغرب القاهرة والناس 1. كل حلقاتنا على اليوتيوب أكل بيتي بعد الفاصل. هلو هلو، في حلقة جديدة من ميز شو. عايزة أقول لكم بكرة حلقة الترند، بكرة حلقة ما تتفوتش، عاملة لكم فيها شوية وصفات يعني من الآخر. عاملين اختراع للفيلي ستيك ساندويتش، هنعمل فيلي ستيك لوف رغيف كبير كده، وهنعمل حاجة بيتزا وباستا. خليكم تستنوا الحلقة بكرة. وحاجتين احنا عايزينهم يبقوا ترند لانه يستحقوا ترند، وحاجتين من الحاجات الكتيرة الموجودة على التيك توك اللي بنشوفها بنقول عايزين نجربها. هنجرب كل حاجة في ميز شو. ويوم الخميس وقف وخفف، بعد ما تخنكم طول الأسبوع باجي يوم الخميس بنظبط الميزان وبنعمل وصفات لذيذة ومليانة فوائد ونكهات بأقل دهون وأقل نشويات نقدر عليها. النهاردة طبيخ بيتي، أكل بيتي. هنبتدي بأول أكلة، تعالوا نشوف مكوناتها، اللي هي اليخنة. دي حاجة بتتعمل يعني ما أعتقدش ليها مطبخ معين، بس هي شبيهة شوية بالمطبخ التركي، مؤخرا ابتدوا يعملوا بيعملوها بفخارة عادة، فاكرين بالانستجرام بتشوفهم بيحطوها كده بيدلقوها من الفخار. احنا هنعملها في حله تبقى سخنه جدا، وهنحط فيها شويه زيت زيتون، بما انه قلنا تركي وشامي زيت الزيتون. شايفين سموكينج قد ايه؟ ليه؟ لاني عايزه اخد اللحمه الضاني اللي مقطعاها راس عصفور. بصوا تقطيعتها قد ايه، راس عصفور، عايزاها تنزل تاخد صدمه، تاخد لون حلو وتحميره حلوه. الأكلة دي ممكن تكملوا كمان سواها بالفرن لو حابين، تحطوها بطاجن. نزلت باللحمة الأول علشان تاخد اللون الحلو وتاخد كارملايزيشن، كرملة لذيذة من غير أي بهارات. أرجع أعلي الحرارة، خليها تاخد، مش هقلبها عشان اللي تحت ده ياخد لون، يعني الطبقة اللي تحت تاخد لون بعدين نقلبها. عندنا ايه؟ عندنا بصل، وعندنا فلفل اخضر حراق، اي نوع فلفل اخضر حراق. عندي كوسه وبطاطس، الياها كده
نص قلية اللحمة الضاني الطرية دي متقطعة صغير مش هتاخد وقت للسوى. البطاطس ممكن أكتر حاجة تطول ما تفضلش يعني ما تبقاش طرية كده بتتغمس بسهولة. عندي الهريسة دي الهريسة اللي هنعملها في الحلقة النهاردة دي احنا عاملينها شايفينها حضرناها في المطبخ عندنا وهنعملها النهاردة تاني. وعندنا فلفل أحمر ألوان حب تحط فلفل أخضر وتوم. هقطع شوية توم كده شرايح مش عايزاه مهروس. والأكلة دي محضرة لكم عيش بلدي تتاكل بالعيش البلدي. هقطع التوم شرايح كده. والبصل هتلاحظوا إن كميته كبيرة طبق قدامي أهو كميته كبيرة وتقطيعته كبيرة كمان. عايزة يبقى البصل ما يدوبش عايزة يديني ترميلة حلوة. تعالوا هنا نيجي في ناس كتير ما بتحبش اللحمة الضاني يا جماعة بس اللحمة الضاني لو جاية من مرعى حلو مصر فيها مراعي رائعة بيقولوا عن النوع ده البرقي الضاني البرقي تقريبا هو من ناحية الساحل الشمالي ومطروح وليبيا اللحمة بتتأثر قوي بالمرعى فهنا بيبقى طعمها ما فيش الزفارة اللي انتم متخيلينها ولو تسوت صح على نار عالية وخدت التحميرة الحلوة دي مش هتدينا طعم زفارة. هنقطع شوية فلفل حراق كمان. على فكرة كده الأكلة لو حطينا لها بالأول كنا شوية سمنة وفلفل حراق والطماطم هتبقى شبه أكلة أردنية اسمها الصاجية. عادة لما في البر بيذبحوا على نار كده على صاجة كده بتبقى زي الوك الصيني بيشوحوا اللحمة مع شوية فلفل حراق شوية طماطم وبصل ورشة ملح وبتتغمس برضو. مفيش أحلى من الأكلات البسيطة دي اللي بتبقى بتفتح النفس. هنحط فلفل والثوم ونقلب. انا عايز اتاكد الحراره اعلى حاجه علشان عايزه انشف الميه دي شويه. انا ممكن اقلل الميه سنه لاني عايزه احمر البصله فخليها تنشف. بصوا هاخدها الناحيه دي واخليها تنشف. تعالوا الناحيه الثانيه نبتدي بالفريك علشان يستوي برضو. انا مش مسويه اي حاجه قبل الحلقه ما عدا شويه شويه فلفل للمحمره وحوريكم ازاي نشوي مع بعض. هحط برضو الحله دي على النار على اعلى حراره. تعالوا نشوف الفريك مع بعض. الفريك او كما يطلق عليه برضو ببلاد الشام فريكه. هو ايه الفريك؟ الكنترول. الفريك مصدره ايه؟ قمح. طيب بس ليه لونه اخضر؟ شايفين ده لونه ايه؟ الفريك الحلو بيبقى لونه مخضر كده. تعالوا نبص عليه. ده منقوع وفي قطع كده هتشوفوها سودة او بنية شايفينها. اوكي الفريك سنابل القمح وقت حصاد القمح بياخدوها وهو لسه اخضر وبيولعوا نار وبيحمصوا القمح وبعدين بيطلعوه. اذا هو متحمص هو اخضر عشان كده لونه كده اخضر. وبنفس الوقت التحميره اللي عليه البني الحبات البني ده من اثار تعرضه للنار. احنا هنعمل ايه؟ هنصفي الفريك ده. نقعته انا بحب انقع الفريك اغسله كويس كويس اشيل منه الشوائب وانقعه كويس كمان. انا نقعه بقالي ساعتين بيقلل فتره السوى بشكل فظيع يعني هو خلاص متشرب وطري. ولو دقتوه في المرحله دي الفريك الحلو يتاكل ني على فكره منقوع كده لو دقتوه بالمرحله دي طري ما بيعدش فده هيستوي بسرعه. نيجي نبص بس هنا على اللحمه اهو نشفنا الميه. تعالوا نحط لها البصل. اين البصل؟ انا هزود زيت ونحط البصله. شايفين حطيت كميه بصل كبيره مش عايزاه يدوب. ونحط مع البصل الفلفل الاحمر الالوان. ما حطيناش لسه ولا ملح. الملح بيزود فقدان اللحمه للميه. هنحط بعدين. نقلبها وناخد برده زيت زيتون ونروح على الحله الثانيه نبتدي نشوح بصله الفريك اللي احنا عاملينها انعم شويه من البصله اللي ضفناها اهي شايفينها. بس هنا الحراره لسه ما عليتش. اذا الفريك عندنا طماطم وبصل. حابين تحطوا هريسه طرف المعلقه كده نحط. مش هنحط توم. صفينا الفريك اهو ده بيتغسل ويتنقع. شايفين حبيته بتكبر قد ايه؟ شايفين الفرق؟
اذا هو هيستوي بسرعه. والناس اللي بتخاف من تسويه الرز والحاجات دي، الفريك من الحاجات الفور جيفنج، تسويتها سهله. فهحط حاجه الفريك هنا جنبي، ده اللي محمره. الطماطم دي هتتقسم بين هنا وهنا، وتعالوا نحط البصله برضو، بحب احط له بصله كميه لذيذه. هاتوا نقلب هنا بقى، ممكن املح البصله واديها فلفل اسود، لانه مفيش حاجه هنا زي اللحمه اخاف انها تنزل ميتها. اخد الفلفل الاسود كده، البصله تاخد طعم حلو. بعدين هنحط مش الفريك، هنحط الطماطم، نبتدي نخلي الطماطم تتشوح كده وتنزل صوص، وبعدين نحط معلقه صلصه بسيطه وميه والفريك، بعدين ميه. كنترول وقتنا ايه؟ لسه معانا شويه وقت. تعالوا نقلب كويس. طيب انا دي هغطيها شويه، اخليها تدبل البصله شويه، ولا اقول لكم تعالوا نضيف الكوسه عشان ندي الكوسه فرصه انها تتشوح معاها خلال الفاصل. نتاكد انه الحله كويس على النار، هسيبهم يتشوحوا شويه كده، و بعد الفاصل نضيف باقي المكونات. هنا البصله اهي شايفين تتحمر شويه على الخفيف، تتدبل بس. هناخد الطماطم، اذا قلنا نص كميه الطماطم هنا ونص كميه الطماطم مع اليخنه، هنقلبها وبرده نطلع فاصل. تكون الطماطم ابتدت تتشكشك مع البصله، هنا الكوسه والخضار ابتدوا يستووا، ونرجع نكمل باقي الخطوات. استنونا. احنا قبل الفاصل غطينا الحلل، تعالوا نبص هنا على الكوسة مع الخضار. دلوقتي هضيف الطماطم، كل كمية الطماطم دي، ونحط الملح بقى. الملح هيساعد الطماطم انها تعمل صوص، وهنحط لهم برضو معلقة صلصة عشان نسبكها. نظبط الملح كويس، وكمان فلفل اسود، فلفل اسود بس. هي دي بهاراتنا، ملح وفلفل اسود. عايزين الاكله يبان فيها طعم كل الخضار دي وطعم اللحمه. نقلب ونحط صلصه، اهي صلصه الطماطم. ملاحظين انه سبت البطاطس، حط معلقتين كبار اهم، ونشوف لو احتاجنا اكتر للاخر لانها نص سوا اوريدي. نقلب كويس. من المرحلة دي اللي أنا هعمله دلوقتي، ممكن تضيفوه في طاجن وتدخلوه الفرن بعد ما تضيفوا كل المكونات وعلى الفرن. هحط البطاطس ونحط شوية مية، نحط المية ونديها تقليبة ونغطيها ونسيبها بقى تتشكشك، بعدين ندوق نظبط الملح والفلفل. هي عايزة كمان مية، وممكن كمان شوية صلصة. عشان كده قلت لكم هي يخنة تتغمس. خلاص كده أعلى حرارة، نغطيها، وعلى آخر الحلقة قبل آخر الحلقة تبقى استوت. نروح هنا على الطماطم اللي قاعدين بنسويها مع البصل، بصوا تتشكشك فعلا. نقلبها، دي كده تتغمس اصلا. نحط لها شويه صلصه برده، بس الاول قلنا هنحط الفريك، بعدين اهو نحط الفريك ياخد تقليبه معاها. قلنا الفريك ده منقوع كانه مستوي، خلاص كفايه الكميه دي. قلنا ممكن نحط شويه هريسه، هنحضرها مع بعض. عايزه اوريها لكم، بصوا دي الهريسه اللي احنا محضرينها هنا، وشوية فلفل أحمر أهو شايفين. بنحط عليها زيت، أنا بحب زيت زيتون علشان تفضل الزيت بيفضل يمنع عنها الهواء الأكسجين، فبالتالي ما يحصل فيها تتعفن أو تتأكسد. هنحط، احنا حطينا ملح بس محتاجين نزود طبعا، زودنا الفريك.
سبايسي، ما هي سبايسي بس احنا بيسالوني كنترول سبايسي، ما هي اكيد سبايسي بس في شطاره ان الواحد يضيف نسبه الحاجات الحراقه بنسبه كده تحلي الاكل ما تطغش على طعم الاكله، يعني كل حاجه بمقدار، لانه بالاخر لما نزود الحراق ما بنحسش بطعم الاكل اللي بناكله حراق قوي. ونخلي السبايسز هتلاقوني حاطه جنب الطبق اللي هنغرف فيه اليخنة انواع الفلفل وفجل وبصل اخضر، اللي حابب يزود. طيب هاتوا نزود شويه صلصه، وبعدين الميه مغليه جاهزه عشان نسرع الطبخ. نخلي اللغطه جنبنا، نقلب نشربها شويه كده النكهات قبل ما نضيف الميه، عشان كده قلت لكم فريكه بالبندوره تبقى ظاهره فيها شبه البرغل بالبندوره، البرغل الخشن عملتها لكم مره، هي موجوده في المطبخ السوري والشامي كله، موجوده في المطبخ التركي اكتر الصراحه البرغل. نزود الميه المغليه، مش هنكتر قوي لانه احنا عندنا هنا قلنا الفريك او الفريكه منقوعه، فكفايه الكميه دي. انا ممكن ادوق بس دلوقتي بعد ما زودنا الملح كويس، تتحمل سنه ملح ومشطشطه شويه يا كنترول. هعترف شويه، لا مش مولعه، مشطشطه شويه والله. الأكلة دي صيف شتاء حلوة يعني، احنا بس عشان ايه قلت هعمل رز بالشعرية جنب الأكلة دي، ما هي مش وصفة رز بالشعرية ولا وصفة، في ناس لحد دلوقتي بيطلبوها مننا ازاي نظبط، هي بصراحة من الحاجات السهلة والمعقدة بنفس الوقت ظبطة الرز. نقلب هنا تقليبة، الله، نشيل المية دي خلاص، وعايزة هنا برضو أدوق الصوص، محتاج ملح، شايفين الصوص حلو ازاي؟ تحفة فظيعة. لا دي فيها فلفل حراق يا كنترول مش شطة، خفيف خفيف. انتوا بقى اللي اتفرجوا علينا اكيد قاعدين، لو اتفرجوا مع حد اكيد في فريق زي فريق ورك وصدر بتاع الفراخ، في فريق حراق ومش حراق. انا واحدة ما كنتش باكل حراق وانا صغيرة، ولما كبرت بقيت احبه جدا، وعلمت جوزي يحب شويه الحراق، لانه لما يتاكل مع اكلات معينه كده بالذات لو ما كانش جوه الاكله كده، نحط فلفل حراق وبصل اخضر جنب الاكله مع التغميس تاخدها في حته تانية. طيب احنا دلوقتي عايزين نبتدي نعمل المحمره. هي ايه المحمره؟ المحمره نطلع بس من الفرن، ما تخافوش مش سخنه، همسكه بايدي، نطلع من الفرن الفلفل الاحمر المشوي. المحمره هو فلفل احمر الرومي تمام مشوي بالفرن مع زيت زيتون. انا بحب اضيف البصل والثوم ساعات مشوي بدل ما اضيفه ني او اشوحه، هي فيها بصل وفيها ثوم وفيها اساسها الفلفل الاحمر. بص لما نشويه بنشيل منه القشر، ودي نفس الطريقه اللي قلت لكم بنعمل فيها دبس الفلفل اللي هي شبه الهريسه بس من الفلفل الاحمر اللي مش حرق، فبنقشرهم اهم وبنفتحها وبنشيل البذر منها، فهم دول كلهم متقشرين، ودي برضو نقشرها، لا دي متقشرة بس هشيل منها البذر. اذا بصل وثوم وفلفل مشوي، في ناس بيحبوا يحطوا معاها هريسة. النهاردة عنوان الحلقة كان المفروض اقول وصفات الاكل الحراق، بيحطوا معاها هريسة. انا نسيت اوطي النار على فكرة على الفريك، خلاص تعالوا نشوف هو بيغلي دلوقتي، بصوا فحوطي النار زي ما بنعمل مع الرز، هنوطي الحرارة علشان يشرب كده بهداوة. بعدين كل ده بيتحضر بمحضرة الطعام اللي أنا بعمله، يعني هناخد دول كده أهم، والبصل والثوم أهو، الثوم اتشوى مع البصل، هغسل إيدي ونجيب محضرة الطعام وأقول لكم على التريكس اللي بتخليه مرمل. الفلفل الرومي بيتحط له، هاتوا نجيب ده جنبنا هنا، الفلفل الرومي بيتحط له عين جمل، وبيتحط له بقسماط، وبيتحط له كمان دبس رمان ورشه كمون وشويه ليمون. هوصل بس محضره الطعام في الكهرباء. اذا هنحط هنا الفلفل والبصل والثوم، قلنا شوية زيت زيتون على الفرن يتحمروا تحت الشواية شوية عشان ياخدوا لون التحمير وطعمه كمان. هنجيب عين الجمل هنا من عندنا في المطبخ،
هناخد عين الجمل، وهي من الحاجات اللي بتدخل قوي في الطبخ في بلاد الشام وبرضه بتدخل في الشركسية، ده اللي بيديله الترميلة. فهنحط تقريبا مقدار كوباية عين جمل، وهنحط اين الحاجات اهي قدامي، هنحط بقسماط العادية جدا، في ناس بتحط توست عيش توست، احنا هنحط بقسماط تقريبا نص كوباية. فاذا حطينا كوباية قولوا مثلا اربع او خمس، هنا في ست حبات فلفل، على بصلتين، على اربع خمس فصوص ثوم، كوباية عين جمل، نص كوباية بقسماط، رشة كمون، وكمان دبس رمان، نحط تقريبا معلقتين كبار دبس رمان، هنحط زيت زيتون وعصرة ليمون وملح، ليمون وزيت زيتون وملح، وهي دي المحمرة. زيت زيتون تقريبا فنجان القهوة الصغير، رشة الملح، نظبط الملح. كنترول الفقرة الجاية هي الأخيرة، ولا فيه لسه معانا وقت يا كنترول؟ طب خلاص نطلع فاصل ونرجع، انا افتكرت الحلقه قربت تخلص، استنونا بعد الفاصل. تعالوا نبص مع بعض قبل ما نضرب المحمره، مكونات المحمره هرجع اقولها لكم، بس نبص هنا على اليخنه لو احتاجنا. انا وطيت الحراره شويه لانه زي ما قلت لكم طاسات حديد الزهر دي فعلا يعني بتتحول زي حله ضغط من كتر الحراره اللي فيها. بصوا ابتدت ايه تتسبك دي يا جماعه، اكله يعني تغميس كده بمزاج. وهنا مؤشر الشبع مش هو اللي بيوقفنا، هو بنفضل ناكل. يعني دايما لما اعمل الاكلات زي دي جوزي يقول لي هو انا شبعت بس مش عارفه اوقف. الاكلات اللي عايزه لما كده ورغيف عيش والتحابيش دي اللي جنبها وشويه مخللات والحاجات دي تاكلوها، ويوم الخميس في وقف وخفف. اوكي متفقين يا كنترول؟ هناكل النهارده نخفف الخميس. طيب احنا حطينا هنا الفلفل الرومي اللي هو مشوي، تعالوا نشوف بيتشوي ازاي بسرعه. في طريقه انكم تقطعوه كده فتخلصوا من موضوع البذر ده، من اولها تقطعوه اهو يبقى كده، بس هتشوه على الناحيه دي او تحطوه زي ما هو للسرعه. البصله بنقسمها اتنين عشان ما تتحرقش قوي، لو قطعناها اصغر هتتحرق. فصوص الثوم دول جم هنا بالغلط. هنحط زيت زيتون، مش هنحط ملح ولا حاجه، وفي الفرن تحت الشوايه او من فوق ومن تحت الحراره مع الشوايه، نتاكد انه كله اتغطى بالزيت ونشويهم. نرجع نحط دول كده والى الفرن. انا حاطه زي ما انتم شايفين فوق وتحت من غير ما اروح عشان عايزه الحراره تفضل ثابته وتدينا الشوي، فهحطهم هنا واقلبوهم كل شويه، والحراره على اعلى حاجه كمان، عايزين ناخد طعم الشوي. طيب نرجع للمحمره ونخلطها. انا دايسه على اعلى حاجه، لا ممكن نخليها مهروسه قوي وممكن تبقى تشانكي، نحس بعين الجمل شويه. خلينا نشوف، انا هرفع الغطاء عشان اشوف. انا بس بعد اذن الكنترول احط هريسه، هي بتحط لها هريسه. تمام موافقين؟ ما سمعش صوتهم، ما بردوش اصلا بيقسوا. هنحط بتدي لون حلو وطعم حلو جدا معاها. وفي ناس على فكره للعلم بياخدوا الفلفل الاحمر الحراق ده، تيجوا معايا الفرن، بياخدوا الفلفل الاحمر الحراق الى الفرن وبيشووه كمان مع الفلفل الرومي، فبضطروش يحطوا هريسه يا كنترول. يلا نكمل شويه. خلاص تعالوا نقدمها، شايفين شكلها؟ انا ما بحبهاش مهروسه قوي. تعالوا ناخد طبق تقديم حلو، هدوقها بس واقول لكم رايي. تجنن الهريسه عامله شغل جامد، فظيعه، مسكره من دبس الرمان والفلفل الرومي نفسه فيه نسبه سكر. تتقدم طبق حلو، بما انه حطينا دبس رمان وعندنا اليومين دول رمان، هحط على وشها رمان بيديها مزازه حلوه زي البابا غنوج بحطوله برده رمان.
من الحاجات اللي بتقعد على فكرة في التلاجة كذا يوم ونقدر نطلعها ونقدمها في العزومات كمان، شكلها حلو. بصوا تتغمس بقى، وزيت زيتون هنحط لها الرمان، شوية رمان كده في النص، ونحط لها برضو عايزين بقدونس بيليق معاها ولا نعناع. نعناع أحلى، طعمه أحلى مع المحمرة هيطلع. وزيت الزيتون أحلى لقطة بحبها في الحمص والبابا غنوج، إنه نيجي نحط زيت الزيتون. إيه رأيكم؟ حلوة قوي. هنحطها هنا وهنحط جنبها عيش، هتقطع العيش. وعايزين خلاص الأكل على فكرة اليخنة استوت، هنقطعه كده أرباع ونحطه جنبها هنا. ايه رايكم؟ احلى اكله ولا حاجه. شوينا الفلفل في الفرن، تعالوا دلوقتي نقدم اليخنه. نشيل بس الحاجات دي من جنبنا، والبصل، نروق المطبخ، السكاكين. خلاص كنت حاطه البقسماط جنبي بس لو طلعت محتاجه تمسك شويه، فلو هي حسيتوها طريه زودوا بقسماط. هناخد الطبق ده وناخد مغرفة وهيا بنا. بصوا تجنن بطاطس كده بتبقى دايبة، لأنه إحنا زي ما قلت لكم سويناها نص سوا. إذا النهاردة زي ما قلت لكم الصبح جيت قلت لا نفسي بطبيخ، وناس كتير بتبقى صحيين يقولوا النهاردة نفسنا بنواشف مثلا، النهاردة نفسنا بطبيخ. اعملوا الأكل اللي نفسكم فيه، بيبقى سبحان الله ساعات الجسم بيطلب حاجات هو محتاجها، والنفس كمان بتطلب الحاجات اللي بتحبها. خطيرة، تشربت كل السوائل دي، بقى تتاكل حلوة قوي جنب الفريك. هنبص عليه، فضلنا نعمل الهريسة ونغرف الفريك. كنترول تايم. انا ما بحسش بالوقت في ميز شو، ممكن اقعد ساعتين على الهواء عادي. لا معانا وقت نغرفها، شكلها مشهي. نحطها هنا، وانا حاطه جنبها هريسه عشان حطيت فلفل بس، فقلت نحط جنبها شويه هريسه للي بيحب. وناخد شويه كزبره خضراء ونحطها هنا. بصوا شوية كزبرة خضرة كده طعمها بيبقى خطير برضو مع الحاجات دي، هي والبصل الأخضر. نبص على الفريك مع بعض. أنا النهاردة الفريك قبل الحلقة كنت بقول لهم عايزاه جوسي، عايزاه فيه إدام، فيه صوص، مش عايزاه ناشف ومفلفل، عايزة الحباية مستوية بس مش عايزاه مفلفل. فأنا إيه هرفع الغطا دلوقتي علشان يبتدي يقلل شوية السوائل دي، وهو خلاص أنا هدوق الحباية. هي كانت مستويه قبل ما نحطها في الصوص، تتفتح. هعمل حركه ماما بتعملها دايما عشان الرز او اي حاجه، تقوم حاطه زيت على الوش وزيت زيتون اللي ابتدينا فيه. هسيبها مفتوحه، وتعالوا يا كنترول نطلع فاصل ولا ادوق لكم المحمره الاول؟ ادوق المحمره الاول، حته العيش الشهيه وشويه من زيت الزيتون مع المحمرة، حتة رمان. يا ويلي أكلة تحفة. يلا نطلع فاصل أروق ونرجع نغرف الفريك ونعمل هريسة. يلا انا عليت الحراره على الفريك وشلت الغطا، شايفين ببخر السوائل من غير ما اضطر اشيل اي من السوائل. انا عايزاها كده جوسي، مش عايزاها زي الرز. بصوا اهي، فانا كمان دقيقتين هنغرفها. جهزت لكم هنا
عملنا وليمة كده، وليمة من حاجات بسيطة جدا. اليخن قدمناها دي للفريك المحمرة، حطينا جنبها العيش والبصل الأخضر، الرمان، عين جمل. تعالوا نعمل مع بعض الهريسة. هريسة هي عبارة عن فلفل حراق الأحمر، تمام، متنظف ومتشال بس القمع اللي فوق ده، يعني منقص ده بس. وعندنا التوم، حلو، والحاجات دي بتتحفظ بالملح والخل الأسد، والليمونة هنحط لها زيت، تحطوا زيت نباتي أو زيت زيتون اللي تحبوا. هي بتتعمل بالكبة عادي بمحضرة الطعام، بس اللي عنده مفرمة لحمة يجرب يعملها بالمفرمة، هتعجبكم جدا. هنفرم التوم والفلفل هنا ونضيف لهم باقي الإضافات. هقول لكم المقادير واحنا شغالين. بتطلع هنا ترميلتها شبه اللي بنشتريها من السوبر ماركت، او بنشتريها معلبه جاهزه، او من عند المحلات السوريه. فبنهرس هنا، انا عندي مثلا بالكيلو مش هقدر اقول لكم، مثلا هيبقوا كوبايتين كبار مثلا من الفلفل. وبعدين هنهرس برضو معاهم الثوم. في ناس بتحب فيها ثوم كتير، ناس لا، انا بحب الثوم يبقى فيها واضح. هنحط الثوم، الفلفل، نعلي السرعه. الثوم طبعا بياخد ضغط اكتر من الفلفل. انا ممكن هنا لو علق شويه احط معاها خل سنه. نهرس الثوم، شايفين خل بيساعدنا، علقت سنة عشان التوم حطيته فجأة مرة واحدة. هضغط كويس وانزل التوم، شيل الحبايات الكبيرة دي. هتنشال، ممكن تقطعوا التوم، اه هي دي اللي عاملة البلوك. القطعة الكبيرة، نكمل. ايوة هي دي. ههرس كمان حبيتين توم صغيرين، وتعلمنا الدرس نصغرهم شوية. خلاص نكتفي بالكمية دي. اهو التوم اتهرس مع الهريسة. خليني اقول لكم، في ناس بتحب الهريسة المسكة شوية الناشفة، تصفوا ده، اوكي، تصفوه بمصفى وتشيلوا المية بتاعته وتحطوها في الاكل. الناس تحبش الاكل الحراق. لا بهزر طبعا، تبقوا شريرين. هنحط خل تقريبا يعني معلقتين ثلاثة كبار، هنحط ملح كمية كويسة عشان هو من الحاجات اللي بتحفظ، هنحط سنة ليمون، وهنحط نص ربع معلقة سكر. السكر بيظبط النكهة. نقلب هنا ده، خلاص ده هنطفيه. بصوا السكر كده بيظبط الحرقان ده شوية. نقلبهم، شايفين اهي الهريسة. انا احط زيت زيتون، ممكن تحطوا زيت نباتي، شوية زيت. هضطر ادوقها عشان اقول لكم رأيي، خطيرة فوق الخطيرة. عايزة اجيب طبق نحطها، ممكن نزودها هنا على الهريسة بتاعتنا. اذا بتحفظوها بعلبة اهو، تجنن يا جماعة. دي مع اللبنة، اللبنة اللي عملناها الأسبوع ده، هي دي الهريسة اللي استخدمناها. وعدتكم هنعمل الوصفة وأهو بنعملها. حلقة اللبنة كانت أو الزبادي خطيرة، عملنا اللبنة وكفتة باللبن اللي هي بالزبادي. عملنا كمان العيش، العيش كان وهمي. امبارح جالي كمية مسجز، ابعت لنا العيش ده مش دينا الوصفة. تمام، هقول لكم على تريك لذيذ. لما تيجوا تغطوا البطرمانات دي، أول حاجة البطرمان اغلوه عشان لو في اي بكتيريا، اوكي، ما يبقاش بتبوظ الحاجات المربى والحاجات اللي نحطها فيها او المخللات بسرعه. اغلوا البطرمان ده او حطوه في الديش ووشر او دخلوه شويه الميكرويف، عقموه. ولما تيجوا تقفلوها بتحطوا سنه زيت زيتون على الوش كده، بتقفل على الهواء زي ما كانت. كنت بتعلم من خالتي لما بيعملوا المربيات، كان يجيبوا شمع، شمع العادي، يسيحوه، وقبل ما يغطوا البطرمان يحطوا طبقه من الشمع، بتقفل بعدين يقفلوا. نقفله كويس، وبقى عندنا هريسه
في البيت. تعالوا نغرف الفريك، اشيل بس المفرمه دي من هنا. تقدروا تاني تعملوها بالكبه محضره الطعام، بس بالمفرمه تطلع بالظبط كده زي المحلات. تقدروا تعملوا بزنس الهريسه. تعالوا بقى على الفريك اوريكم ازاي، قصدي تشكشك تشكشك وتسبك، بس لسه في صوص اهو. شايفين متسبك ازاي تحت حتى، بس في ادام اهو، في سنه الصوص دي اللي تخليه جوسي. يلا نغرفه. انا النهارده مبسوطه اني هخلص بدري عشان هعمل فقره تعذيب، لانه انا جايه اصلا في الطريق نفسي في الاكل ده. نغرف. في ناس كمان بيكملوا سوا دي بالفرن، ممكن مرحلة التسوية الباقية دخلوها بالطواجن وتقدموهم بالطواجن. خطير، والفريك فوائده عالية جدا، أعلى من الرز لأنه مليان ألياف يا جماعة. احنا قلنا هو القمح وهو سخنت قوي، بس دي معدن وأنا ماسكة بحط الفريك وهو بيغلي. طيب بما إنها مشطشطة هنقوم عاملين كده، واخدين برضو سنة كزبرة دي الصراحة أكتر من البقدونس. And خلصنا أكلاتنا كلها للنهاردة. معانا وقت قد إيه يا كنترول؟ معايا 3 دقايق لـ3. طب حلو، ندوق كل حاجة. تعالوا نحط ده هنا وأغرف ندوق من اليخنة. بس إيه رأيكم بسفرتنا النهاردة؟ سفرة بسيطة بس متحبشة زي ما بيقولوا كده. هاتوا نغرف هنا، ناخد من الصوص. شايفين الإيدام بتاعها مش تقيل قوي، خلي دي كده اهو، ونغرف شوية فريك كمان. دي تتغمس، بيسألوني بتاكلي معاها ايه؟ هتتغمس. وناخد شوية فريك، والمحمرة دقناها خلاص، هنعفي المحمرة. هاخد عيش واغمس. بسم الله، واقول لكم حقيقي حلوة ولا لا. عايزه اوريكم بطاطس بتبقى دايبه ازاي. ناخد لحمه، ناخد كل حاجه كده في اللقمه. هي دي اللي مؤشر الشبع ملوش علاقه هنكمل اكل قد ايه، يعني هناكلها هنقعد كده 3-4 على السفره نتفرج على حاجه حلوه في التلفزيون، غالبا الافلام القديمه كلنا اللي بنحبها الكوميديه، ونقعد ناكل ونتبسط وبعدين هننام شويه. انا اؤكد لكم يعني عايزه تريحه بعدها. ندوق الفريك. اكلاتنا الشهيه للنهارده اكل بيتي. عايزه اقول لكم انه الفريك حلو قوي مع اليخنه، يعني يتاكل جنبها اللي مش عايز يغمس. لحمة دايبة، تخافوش من لحمة الضاني، سووها كويس. والنهاردة أكل بيتي عملته من قلبي وبنفس، أتمنى أنتوا تجربوا الوصفات والهريسة اعملوها. هندخلها بوصفات كتير، من أول السيزن عملنا حاجات كتير مختلفة حطينا عندنا هنا في المطبخ في التلاجة، هنطلعها ونستخدمها مع بعض. الحلقة تتعاد 3 العصر على القاهرة والناس 2 و6 المغرب القاهرة والناس 1، وكمان اليوتيوب. وعايزة أقول لكم استنوا حلقة بكرة وبعده، بس بكرة دمار شامل بعده الدايت.